هذا الكلام الجميل ان مصر ثورة يوليو رسخت دور مصر الفاعل في المحيط العربي والافريقي، هذه حقيقة. بالمناسبة انقلاب 23 يوليو 52 اللي كان انقلاب قام به الضباط داخل الجيش المصري، الضباط الاحرار، ثم بعد عام قالوا عنها الحركة المباركة، ثم سميت ثورة يوليو. لن نقف عند المسمى، ولكن بالفعل هذه الثورة حققت لمصر مجموعة من المكاسب، أعادت لها الوحدة العربية. نعم، أصبحت مصر الرائدة داخل حركات التحرر العربي. رقم اثنين، فعلا رسخت أيضا قيادة حقيقية لمصر في المنطقة والقرن الإفريقي بلا شك. يعني ما قيل الآن أن هذه الثورة رسخت دور مصر العربي والإفريقي، نعم، متى؟ حين كانت الثورة في بدايتها في الخمسينات والستينات. إنما للأسف هقول لكم دلوقتي كيف أن هذه الثورة أكلت نفسها. النهارده ساعتك خلينا بس الأول نعترف بمنجزات هذه الثورة على مصر والمصريين. فعلا حررت مصر من المحتل البريطاني، أيضا أنهت حكم أسرة محمد علي، أيضا صنعت وحدة عربية حقيقية في الإقليم العربي وكانت مصر الرائدة، وأيضا كان لمصر في هذا الوقت نوع كبير من الريادة في هذا الوقت. طيب، حصل داخليا إصلاحات اجتماعية، طبعا كان لأول مرة نلاقي فيه إصلاح زراعي والفلاح المصري يجيبوه وياخد عقد الأرض مرة أخرى بعد ما كان شغال في الوسية وفي التكية وفي العزبة عند الباشا عند البيه. إدت الفلاح المصري جزء كبير من حقوقه. شاهدنا لأول مرة يكون التعليم ابتدائي إعدادي ثانوي حتى في الجامعة مجانية التعليم. وجدنا لأول مرة إنشاء وحدات صحية في بعض القرى، شيء موجود. كان في أيضا شيء من الخدمات الصحية. فإن حصل إصلاحات اجتماعية، نعم، أيضا حصل نهوض صناعي. يعني بالفعل تم بناء شركات عملاقة صناعية في مصر، شركات يعني كانت في ربوع مصر رائدة أيضا في منطقة الشرق الأوسط كلها بلا شك. إذا للأمانة نقول أن هذه الثورة رسخت منجزات حقيقية سواء عربيا أو إفريقيا أو داخليا، إصلاحات اجتماعية أو أيضا صناعات معدنية. طيب، هذه الثورة لما قامت أصلا وأعلن الضباط الأحرار، أعلنوا لها ست مبادئ، ثلاث حاجات هدم وثلاث حاجات بناء. قالوا الهدم الأول ثلاث حاجات، رقم واحد حفظونا في ابتدائي، القضاء على الاستعمار والأعوانه، القضاء على الإقطاع، القضاء على رأس المال الذي يسيطر على الحكم. سيك من القضاء، لما خلينا في البناء. واحد، إقامة جيش وطني قوي. اثنين، إقامة عدالة اجتماعية. ثلاثة، إقامة حياة ديمقراطية. هل تحقق شيء من هذا؟ فوجئنا أن الجيش الوطني القوي بعد أربع سنوات 52 ل 56 يحصل حضراتكم تنازل وصراع داخلي على السلطة، والضباط الأحرار يرفضون العودة إلى الثكنات مرة أخرى وانقلبون على الرئيس اللواء محمد نجيب، ثم يرفضون إقامة حياة ديمقراطية سليمة ورسقوا الحكم الفرد وحكم الاستبداد والحكم الشمولي، ثم يقوم العصف بالحريات وفتح السجون والمعتقلات. وهكذا لم تكن هناك حياة ديمقراطية سليمة، لم تقام أيضا عدالة اجتماعية حقيقية سليمة. أما الجيش الوطني للأسف الشديد هو الذي انقلب أيضا على هذه الثورة، ثورة يوليو، وهو الذي رفض العودة للثكنات، وهو الذي انهزم هزيمة مذلة في 67. فكل أين هي مبادئ ثورة يوليو؟ ضاعت وتلاشت للأسف الشديد. نحن بنقول ميزان حقيقي. ثم جاء الآن عسكر 2013 ليقضوا تماما على ما صنعه عسكر 52 تماما. يعني الصناعات المعدنية والنهضة الصناعية بيعت الآن أكبر شركات ثورة 52، حلوان الحديد والصلب الكيماويات كلهم باب من بعد الوقت. رقم اثنين، المستشفيات الآن بتباع تمليك أو إيجار. أنت متخيل أكبر طريق سكة حديد اتعمل الآن، سكة حديد مرهونة الآن لإدارة أجنبية. قناة السويس يا راجل 49% الآن أصبح هناك دولة خليجية معاك في قناة السويس.
إذا حتى العسكر الآن، عسكر 2013 بانقلابهم الآن، انقلبوا أيضا على كل منجزات التي قامت بها ثورة 52 أو انقلاب 52 كما يحلو لك. حتى ما قيل من شوية بأن هي رسخت دور عربي، للأسف تراجع الدور العربي. دور إفريقي للأسف بانقلاب العسكر في 2013 تم عزل مصر من الاتحاد الإفريقي.